السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام في حلقة جديدة من حلقات كوكب الطيور والحيوانات. وحلقة النهاردة بإذن الله هنتكلم فيها عن أشكال حشرات الفراش وتعريف حشرات الفراش بالصور أنكور، وبقصد حشرات الفراش وهي الحشرات التي ترتبط في دورة حياتها بالإنسان والتي تتواجد بصورة مستمرة في الفراش الذي ينام فيه الإنسان، وبقصد برضو حشرات الفراش اللي ممكن تكون عايشة في جسم الإنسان وتنتقل إلى إنسان آخر أو تنتقل إلى الفراش أثناء النوم. حشرات الفراش اللي هنتكلم عليها هي حشرات تتغذى إما على جلد الإنسان أو تتغذى على دماء الإنسان بصورة مستمرة. رقم واحد في أشكال حشرات الفراش الليلة هو حشرة الباء. حشرة الباء من أشهر حشرات الفراش واللي بتنتشر بصورة كبيرة على مستوى العالم وتتغذى على دماء الإنسان أثناء النوم. حشرة الباء مش بتحب الضوء وبتتحرك في الظلام على الرغم ان نظرها ضعيف، لكن بتعتمد على رائحة ثاني اكسيد الكربون التي تنبعث من الانسان اثناء النوم، وكمان بتقدر انها تحدد مكانه وتذهب اليه وتبدأ في مص دمائه. الحشرة التانية هي حشرة البراغيث او براغيث الفراش. حشرة بتعتمد في دورة حياتها ايضا على مص دماء الانسان، ولكن تستطيع البراغيث انها تصيب الحيوانات الاخرى وتنتقل عن طريق القفز من مكان الى اخر، وهذا هو شكلها بصورة مقربة. الحشرة اللي معانا بعد كده من ضمن حشرات الفراش هي حشرة القمل. القمل من الحشرات التي تعتمد في دورة حياتها على مص دماء الانسان من فروة الرأس وتسكن في الشعر بصورة دائمة، لكن في بعض الأحيان ممكن تسقط من شعر الإنسان ونائم أو هو موجود على الفراش، وتقدر إن هي تختبئ في الفراش وتنتقل من شخص إلى آخر. عندنا النوع اللي بعد كده هو عس الفراش، بيقول عليه عس الغبار، وهو من الحشرات التي لا تتغذى على دماء الإنسان مثل البق والبراغيث والأمل، لكن عس الغبار بيتغذى على الجلد اللي بيسقط من وجه الإنسان وهو نائم، كمان بيتغذى على الجلد اللي بيسقط من باقي الجسم على الفراش. عس الغبار حشرة صغيرة جدا ولا ترى بدقة إلا تحت المجهر، وهي تشبه للعنكبوت في الشكل الخارجي. ما هي طرق الوقاية من حشرات الفراش؟ للوقاية من حشرات الفراش لازم تقوم بشوية إجراءات مهمة جدا وبصورة دورية، زي مثلا تنظيف الفراش والملايات، بتقوم بغسل الفراش وملايات السرير بانتظام باستخدام مياه سخنة ومنظف مناسب، ويفضل غسلهم على درجة حرارة عالية لقتل الحشرات والبيض الخاص بها. استخدام غطاء فراش من البلاستيك على السرير أثناء النوم. ميزة الغطاء ده انه بيمنع تسلل اي حشرات فراش من على الارض وتصعد على السرير وتبدأ في لدغك وانت نايم. تنظيف غرفة النوم بانتظام، لازم نقوم بصورة مستمرة بتنظيف غرفة النوم وأسفل الحوائط بانتظام، وكمان نمسح المفروشات والسجاد والستائر، ويفضل استخدام مكانس كهربائية قوية للقيام بذلك بصورة أفضل. وضع الفراش بعد القيام من النوم في الشمس والهواء، نلم الملايات ونلم فراش السرير، ونحاول ان احنا نعرضه لأشعة الشمس لفترات طويلة، وده لان حشرات الفراش لا تتحمل درجات الحرارة العالية وكمان لا تتحمل الجفاف، وهي اكثر مصدر قوي بيقدر يقضي عليها هي الشمس. التقليل من مستوى رطوبة الغرفة، حاول انك تقلل الرطوبة في غرفة لان الرطوبة عامل قوي وبيساعد على تكاثر حشرات الفراش. تنظيف الحيوانات الأليفة الموجودة في المنزل، لو حضرتك بتربي حيوانات أليفة فلازم تعرف انها مصدر قوي جدا لنقل حشرات الفراش، وعشان كده لازم تقوم بتنظيف واستحمام الحيوانات الأليفة بانتظام عشان ما يحصلش ليهم اصابة بحشرات الفراش وبعدها تتنقل لسكان المنزل. كمان القطط والكلاب والحيوانات المنزلية اكتر الكائنات اللي بيسقط منها شعر وجلد بصورة مستمرة على الارض، وده بيكون مصدر غذاء لحشرات الفراش بتتجمع عليها وبعدها بتنتشر الى فراشك وانت نايم. وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، بتمنى منكم الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. كان معكم احمد رمضان من قناة كوكب الطيور والحيوانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kumma
ಕುಮ್ಮಾಟಿ ಬೆಕುರು ಚಮ್ಮಡ ಕುಮ್ಮಾಟಿ.